حقيقي مشاهد مهيبة زي ما اتقال كده في عنوان الفيديو ده. ومش عايز انسى كمان اني اشكر الاجهزة الامنية، لان لولاها بصراحة في الشارع ما كانش اتأمن المشهد ده بالشكل ده. شفنا تأمين ولا اروع، كان يعني طوق امني حوالين نادي الزمالك لحمايتنا للزمالك. دي حاجة مهمة جدا، وكان لازم نوجه الشكر لكل الأجهزة الأمنية وكل الأجهزة اللي شاركت في تنظيم اليوم ده وإنه يعدي على خير. دلوقتي يلا بينا نروح على مدرجكم الافتراضي وفقرة الشارع الأبيض. اهلا بكم في الشارع الابيض، لكل قصه ابطالها ولكل نجاح اسبابه. عشان كده نزلنا الشارع الابيض سالناه، تفتكروا يا ترى ايه اهم اسباب تتويج نادي الزمالك بالدوري التاريخي ده؟ مين هم ابطال القصه في اللقب رقم 14 من بطولات الدوري لنادي الزمالك؟ تعالوا نشوف الشارع الابيض قال ايه عن سر وابطال القصه دي، ونرجع لكم مره تانيه. أسباب فوز نادي الزمالك بهذا الدوري التاريخي، ومين هم أبطال القصة وأبطال هذا المشوار الطويل الإعجازي من وجهة نظرك؟ طبعا بنرحب بقناة نادي الزمالك في مكانهم. طبعا الفضل بعد ربنا، أول حاجة جمهور الزمالك العظيم، أوفى جمهور في الدنيا، وطبعا المستشار مرتضى منصور ودعمه اللامتناهي للعيبة وكل وموفر كل حاجة، وطبعا الدينامو أمير مرتضى الراجل اللي عامل المستحيل، والفضل بعد ربنا اللعيبه، وطبعا والجد فريرة ده الكل في الكل. بدايه اصلا امير مرجع جد فريرة مع شيكابالا مع اعظم جمهور في العالم، مع المستشار مدير منصور هدوءه وسابان الفريق كله، الامير وجد فريرة مع برضو المدرب. قول لهم ايه بقى؟ تقول لهم ايه؟ بقول لهم احنا شوفوا السعاده اللي احنا فيها ديت، مهما نوصف لكم مش هنقول لكم احنا مبسوطين بكم ازاي. اول حاجه الف مبروك للدوري لنادي الزمالك. ثانيا طبعا الفضل يرجع بعد ربنا المستشار مرتضى منصور وكابتن امير واحمد وكل الجهاز، يعني مجلس الاداره والمدرب طبعا فريرة واللعيبه والجمهور اللي ساند، اللي هو يعتبر رقم 12 لعيب رقم 12، والجمهور كله والناس كلها، والف الف مبروك. والله هي منظومه كامله. اولا بنهني جماهير نادي الزمالك بالفوز العريق، بنقول ده الموسم ده موسم استثنائي، يعني الفرقه يعني على قلب راجل واحد، ما تحسش يعني شوف كام لاعب ساب الفرقه والفرقه برضو واقفه على رجلها قويه، وبسم الله ما شاء الله اللي بيغيب ما بيفرقش، اي حد بينزل الملعب بيسد ويبقى في منتهى الرجوله، لا فرق من شرقي ولا مين ابطال القصه او صحاب الفضل بعد ربنا طبعا في الانجاز ده. الفضل الاول لله سبحانه وتعالى، ثم المستشار مرتضى منصور، والكوتش يعني عنده حنكه وعنده يعني خبره ولم اللعيبه، وامير مرتضى بصراحه، وما ننساش برضه دور اسامه نبيه، يعني منظومه كامله، يعني مجلس الاداره لحد الجهاز الفني واللاعبين طبعا. بالظبط، يعني بسم الله ما شاء الله، وده ظهرت نتيجتها بسم الله ما شاء الله، يعني النتائج بتاعت الفريق. اول حاجه المنظومه كلها متكامله. نيجي نتكلم اول حاجه، بنسمي بطوله الدوري دي بطوله التحدي، البطوله الربانيه. لو قلنا المستشار مرتضى منصور هنقول امير مرتضى منصور، هنقول مجلس الاداره، هنقول اللعيبه، هنقول فريرة المدرب المحترف، هنقول تحدي على كل الصعاب. بطوله طبعا غاليه جدا بنعتز بيها كاعضاء الجمعيه العموميه في نادي الزمالك، وبنوصل للمستشار مرتضى منصور. بص يا كابتن خالد، هو الموسم ده موسم استثنائي بكل المقاييس، يعني احنا لو جينا في اول الموسم مجلس اداره كان بره ورجع تاني وقيد متشالين منه، يعني اساسا يعني هي منظومه متكامله من اول رئيس مجلس الاداره لغايه اصغر عامل في الفرقه اللي بيجهز. لا لا لا، احنا موسم استثنائي، شار مرتضى منصور عامل طفره في نادي الزمالك وعامل طفره في الفرقه، واول مره اشوف في حياتي اعضاء جمعيه عموميه وجماهير الزمالك ما يعرفوش الزمالك اتعاقد مع مين. ده حاجه بتدل ان في سريه،
ده شغل كابتن امير مرتضى منصور. سياسه ناجحه من مجلس الاداره طبعا بالطبيعه المستشار مرتضى منصور في قياده نادي الزمالك. قول لي بقى وجهه نظرك في اسباب الفوز التاريخي هذا الموسم لنادي الزمالك ببطوله الدوري. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اسباب الفوز طبعا رقم واحد ربنا سبحانه وتعالى، بعد كده طبعا سياده المستشار ومجلس الاداره الناجح، واحنا كاعضاء وراهم في كل حاجه طبعا، وطبعا اللعيبه والجمهور، وطبعا اهم حاجه عندنا طبعا ان احنا مبسوطين بجدا جدا ان احنا حاسين فعلا ان في طفره كبيره قوي في النادي او في اللعيبه. او ومنهم مبروك طبعا اول لو في الاول وفي الاخر مبروك لمصر كلها ومبروك للزملكاويه كلهم الدوري، وان شاء الله السنه الجايه الدوري بتاعنا برضه ان شاء الله باذن الله.